المركز العلمي لجمعية الميكروبيولوجي الأمريكية والورشة العلمية الثانية في فن التواصل العلمي. كل شيء يبلى ويغدو بلا معنى ما لم يواكب الجديد المفيد، وهذا ما ينطبق على مهنة الأطباء. يعتبر إضافة طيبة للأنشطة في كلية الطب والعلوم الصحية، وهذه تأتي الجهود من قبل زميلنا الأستاذ الدكتور ناجي الحاج، ومن خلال كلمته يعني تم عرض بعض الأنشطة وورش العمل التي ستقيمها الجمعية الطبية للميكروبيولوجي. يحتاج الطبيب أكثر من غيره لمواكبة الجديد في مجاله العلمي، ولهذا دشنت كلية الطب في جامعة صنعاء المركز العلمي لجمعية الميكروبيولوجية الأمريكية والورشة العلمية الثانية في فن التواصل العلمي بالاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة. المركز العلمي الذي تم دعمه من قبل الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي، ومن ضمن برنامج التدشين المركز العلمي هناك ورشة علمية في فن التواصل العلمي، والتي تهدف إلى إكساب العاملين أو أعضاء التدريس وطلاب الدراسة العليا وأيضا طلاب الدراسة الجامعية مهارات في إلقاء الخطابة العلمية، وأيضا فن كتابة الملصقات العلمية، وأيضا التحضير للمؤتمرات العلمية. تأتي هذه الأنشطة في إطار السعي إلى تطوير التعليم الجامعي وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس، لينعكس ذلك إيجابا على العملية التعليمية. عبد اللطيف بشق، اليمن اليوم. والآن ننتقل إلى النشرة الرياضية مع الزميل بشير.